كثيرا ما سمعنا على قيام بعض من المنحرفين نبش مقابر لليهود والنصارى قصد السرقة والسطو على الأشياء الثمينة التي تدفن معهم غالبا، وكثيرا ما سمعنا أيضا على بعض ممارسات الشعوذة والسحر تمارس في هذه المقابر. أما أنه اليوم يصل الحد إلى الاتجار بأعضاء البشر، وفي أكبر مقبرة بتونس وهي مقبرة الجلاز اللي تحتوي على أكثر من 4 ملايين ميت تخضع لسيطرة مافيا تتحكم في بيع المقابر وتتاجر بأعضاء البشرية التي تدفن بطريقة غير قانونية. فهذا معتقد خطير جدا تكتشف جريدة الشروق في مقالها الصادر 30 جوان 2017 تحت عنوان مافيا المقابر تعشش في الجلاز، حيث تطرق المقال إلى أنه تمت عملية دفن 852 جثة بلا محاضر قانونية في مقبرة الجلاز اللي تكون على مرحلتين بتواطئ مع مسؤول كبير في المقبرة. صاحبة المقال أضافت أنه شبكة متفرعة تتاجر بالأعضاء البشرية إثر الانتهاء من العمليات الجراحية وقطع الأعضاء من مصابين بأمراض خطيرة أو وفاة أشخاص جراء حوادث، وعند إرسال العضو مع إذن بالدفن يتم دفع معلوم لدى القبضة ليتم اختلاس الأموال لحساب عدد من المسؤولين بالمقبرة، ثم يقوم المتهمين بتسجيل العضو البشري المقطوع في مكتب تابع لمحافظة المقبرة. المقالة بين أن جملة هالتجاوزات انطلقت منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم لتبلغ خسائر الدولة حسب الإحصائيات الأولية حوالي 150 ألف دينار مقابل التفريط في أعضاء بطريقة غير قانونية أو أنها غير صالحة. بلدية تونس كسلطة مشرفة على مقبرة الجلاز أفادت أنها فتحت تحقيق في الغرض باش تقدم نتائجه في الأيام القليلة القادمة، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إن ثبت التجاوزات أو إخلالات. ماخذين الموضوع بالجدية اللازمة وبالما تقتضيه معناها مثل هذه الظروف، وإن شاء الله ديك التحقيق نتوصلوا للنتائج نتاع التحقيق نتاعنا باش ان شاء الله نوضحوا للراي العام بصفه عامه الموضوع هذا وملابسات، واذا كان فما اخطاء ولا اخلالات وجدت ناخذوا اجراءاتنا اللي لازم البلديه كاداره تاخذها ان شاء الله. الاتجار بالأعضاء البشرية أو بيع المقابر بطريقة غير قانونية وإن ثبتت تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، تصل إلى حد السجن وخطايا مالية، خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بهتك حرمة القبور. إذا منيب عزيزي صاحبة المقال والتحقيق ساعتك صحة، برافو على هذا التحقيق. شو بالنسبة ليك شد الانتباه أكثر؟ إنه فما فلوس مثال خطر التجار بالبشر العبيد مش في بالها مش يعضوا بشي ناحية، ما هذا مش جثث يعني، فما شكون يستعملوهم للسحر وفما شكون ترافيكها وش يدفن لك ما يدفنش ياخذ فلوس، يعني شو اللي بالضبط الهدف من هذا التحقيق؟ مني اولا انطلقت انا في التحقيق، انا بحكم مهتمه في الشان الامني والارهابي، كان عندي ابنه ارهابي ماتت بطريقه مريبة نوعا ما، هما رواية العائلة قالوا انه تحرقت بعود كبريت، لكن الحرق مش متاع عدو قيد حرق، ذي انسان عنده 80% تفحم، عمرها 4 سنين ونص، انتبه لانه خاصة انه فما شبهات حول وجود جريمة. تفاجأت انه هي تم دفنها في مقبرة الجلاز بسرعة رهيبة دون فتح تحقيق امني، لكن كي تجي تسأل قل لك لا انا طبيب، هذا طبيب خاص ولا طبيب، اعطاني ورقة قال لي راهي ماتت في الدار محروقة، تفضل عفوا تفضل ايجا ادفن. من الحكاية هذه انطلقت على اساس انه فما جريمة ولا فما موت مستراب، ايجا اعطينا الحقيقة كيفاش ماتت الطفلة بنت 4 سنين ونص اللي بها للأسف معناتها إرهابي خطير جدا زاد. المهم انطلقت من ذلك، جيت اكتشفت أنه يعني هذه تسمى يعني 0% مقارنة بالكوارث اللي قاعدة تصير. جيت نلقى أنه فما فعلا مافيا تعتبر أنا وصفتها بالمقاطعة اللي هي تحت سيطرة مسؤول معين يعمل اللي يحب يدفن اللي يحب، ما عجبتنيش ما ندفنكش، ما عندكش معارف ندفنك في الجبل الفوق، عندك معرفة ولا لبس عليك النجم ندفنك بحذا الباب باش ما تتعبش عائلتك، صنادق أموات قاعدة تتسرق. يعني جيت نشوف أنه باش تبدأ عملية السرقة بالنقطة الأولى هي القبر على مرحلتين يتكون يعني يتعمل في الجلاز، أولا فما الحفر
اللي يدفع عليها عائلة الميت يدفع عليها مبلغ أعتقد 55 دينار للقبضة، ياخو إذن الدفن من المحافظة متاع الجلاز، يمشي للقبضة يخلص ياخو التوصيل يعطيه للمقاول اللي تتعامل معاه البلدية، ثم يقوم هو بالجزء الثاني مع الحفر انه يعمل قفص هو يتسمى، يدفع زادا 66 دينار. جاء المقاول والسيد المسؤول هذايا قال له ما عادش تمشي تدفع للبلدية، إيش اعطيني ليا انا للقباضة عفوا، إيش اعطيني ليا انا المبلغ اللي هو يشترط انسان باش يجي يدفن بطبيعته حالته النفسية واعطيه يدفن بركة الفقيد نتاعو، يعطيه مثلا فما 200 ألف ليت ما تفوتش 120 ألف، 55 للقبضة و60 للمقاول للمقاول يعني ما تفوتش، يعني فما ترافيك نتاع فلوس مولاي بيان سور، ترافيك كبير نتاع فلوس. بعد هذاك شوف انت الدولة قداش خسرت، يعني انت 55 دينار ما تمشيش للقبضة يوميا تتفن مئات، معناتها ويني الفلوس هذيك الكل. الموضوع هذا يخليني نكتشف انه فما موضوع ما يقلش خطورة، انه فما اعوان يجيب لكميات مضمون فارغ، مضمون وفاة مطبوع فارغ حاضر يكتب فيه اللي يحب عليه، قداش انت تحب الميت هذا مات كذا تك تك اكتب اللي تحب حاضرين مطبوعين اللي ما تجيش. النقطة الثالثة الباركينج، يعني ما فماش حاجة ما تجروش بها، الباركينج هي البلدية عاملته مجاني، يهز 300 سيارة. ميمونة كنت تسمح خلينا نشوف عناوين الأخبار بعد نرجع لك باقي التفاصيل، أبقوا معنا مزيد من قصص الجلاز أين لا يرحم الموتى بعد الفصل. نعود إلى ناس نسمة ومحطتنا الأولى مقبرة الجلاز، هنجيك سفيان خكملوا نسمع. إذا مني حكيت لنا على زوز نقاط، التجاوزات على مستوى الدفن والفلوس، على مستوى المضامين، وقلت لنا الباركينج. الباركينج، الباركينج هي بلدية تونس عاملته بلاش، تابع محافظة الجلاز. الباركينج هذا قاعد بالفلوس يمشي، يعني الباركينج يهز 300 سيارة. شوف انت قداش اللي يجي زياره ولا اللي يجي باش يدفن، والكرهبه اللي تجي هو كي يجي وحده باش يدفن يجيب معاه قداش من كرهبه، هذيك الكل ياخذ فيه السيد المسؤول وجماعته. بما انها تجاره رابحه هي قال لك السيد المسؤول خلينا نزيد نتاجر بحكم موت مش باش يثيق بيا حد. عمل البلديه عامله 4 سيارات لنقل الاموات ب 20 دينار السياره باش نكونوا واضحين، خلي العباد تعرف ما عادش تدفعوا 200 و 300 الف لنقل الجثث والاموات نتاعكم الله يرحمهم راهي ب 20 دينار به. السيد هذا عامل سياره خاصه ينقل فيها الاموات ب 20 اعطيني تصور لي انا تفضل انت احكي وزر بنا اي ايوه السيد هذا يقول لهم يجيب شي يسأل على الكهرباء باش ينقلوا الأموات. هذه الصور نتاع الكهرباء اللي عملها المسؤول حاطين الوامر يعني باش تنجم العائلات تتصل. لا يجي يسألوا يقول له اعطيني سيارة نتاع البلدية بمبلغ معين 20 ألف، فما عباد ما تقدرش حتى تدفع. هو لا يقول له ليه راهم خرجوا هما في الباركينج موجودين أمورهم واضحة، ويحكم عليه المبلغ اللي هو يحطه باش ينقل الميت نتاعو. إنسان عنده شكون مات له يعطيه يدفن ويكمل. نزيدوا في تجارة الأموات، صناديق نتاع الأموات زاد فما أغنياء وأثرياء فيها، فما الصناديق الأموات التوانسة اللي يبدأوا في الخارج كي يجيو بصنادق كما نقولوا احنا مضخمة شوية وصنادق هذيك يمدها يجي بعد ما يدفن يقول له أعطيها معناتها ما عادش حاجتي بها فوالا لله، هو يبيعها توصل حتى سعرها بمليون اللي هو نورمالمون يعطيها بلاش، هي عطيها لك هذاك باش تمدها بلاش. واذا صندوق تونسي الاصل يتباع 300 ألف 400 ألف، وذوما يمشوا لجيب العصابه اللي تحكم في محافظه الجلاز. به نختم بحاجه اخرى كمان نسمع تعليق سفيان زي فم فضائح اخرى. اي طبعا الاعضاء البشريه وما ادراك الاعضاء البشريه، فما الاعضاء المبتوره للمرضى السكر ولا اللي يعملوا لهم عمليه، تجي المصحه ولا السبيطار يجيبوا الاعضاء هذه يتفاهموا مع الجلاز انهم باش ياخذوا اذن بالدفن، ثم يمشوا يخلصوا في القباضه 33 دينار اعتقد على كل عضو. شوف انت في السفره الواحده برشا اعضاء خاصه نتاع الاموات، يقول له ليه جيبهم خذ اذن بالدفن اما ما تمشيش للقباضه، يمشيوا لجيب العصابه هذه. يعني شوف انت على كل عضو 33 دينار يجي يقسمها هو والمقاول، وما يجيبوش ورقه من القباضه وتم عمليات عمل اللي هي مئات معناتها اللي صارت. سامحني بالله بالنسبه للمتسولين، حتى المتسولين بالمعارف
واللي يبيعوا الزيوان والماء. انت متسول لازمك تدفع، انت تتسول تدبر حكايه 100,000 النهار تدفع لهم اتاوى، وما مش المتسول اللي يجي، عندهم مجموعه من المتسولين المعينين، فما اللي يجي في وقت العصر، فما اللي يجي في وقت الظهر، كل متسول حسب شوفي احنا قبيله سمعنا رد بلديه تونس وقالوا انه باش يفتحوا تحقيق، ان هذا كله نحطه على جنب، ما فقدش بلديه تونس الا منال بوعزيزي ما عملت تحقيق، ما يعرفوش بهذا ولا يعرفوا سكتين. لا لا مش ممكن، مش ممكن هذايا، لانه الموضوع عنده سنوات. وتوكي تقول لك المتسولين، هذه موضوع المتسولين ولا الباركينج وكذا، هذا ما يلزمش معناها تحقيق استقصائي، لانه واضح قدام العباد الكل يوميا البلدية في بالها. لكن بما انهم موتى دونك حتى نلقاو حل الحيين. اي هكا دولة يا سفيان والله ما احترم. لا لا هي المشكلة، هي المشكلة انه بلدية تونس بلدية ما تخدمش على روحها، والمجلس البلدي من اول الدنيا لانه مجلس بلدي معين ويحطوا عليه واحد يلزمه يكون بلدي خارج كل إطار معقول، يلزم يكون بلدي ويسميوه مش كما غيره رئيس بلدية، يسميوه شيخ مدينة تونس. وما تعرفش على الشيخ بالشيخ وشكون اللي حطوه وشكون اللي شيخه. البلدية بلدية تونس بلدية ديفايونت على جميع المستويات، ويلزم مراجعة جذرية معمقة لآليات ودواليب تسييرها، وراي دولة في وسط الدولة معناها، لأنه عدد مهول من الموظفين وما ناش نشوفه في نتيجة. اللي نحب نقوله آخر هو أنه في تونس اليوم ما عاد حتى شيء عنده حرمة. سرقنا الحيين ودرنا نسرقه في الموتى. مع العلم انه اتصلت يعني بعض القضاة بعض المحامين، عندنا برشا نصوص في القانون التونسي من بينها الاعتداء على المقابر، ديجا شفنا ذلك في الاعتداء على الاولياء وكل شيء، والحرمة الجثه والتشنيع بالجثه وهي توصل الى الجنايات وفيها احكام بالحبس وخطايا. وان شاء الله منى فموعود انه تفتح تحقيق وش تفتح وتخاف. كانت على اتصال اتصلت بيا بلديه تونس واكدوا انه باش يتحل تحقيق، اما راهو نحب نقول راهو تحل تحقيق قبل في 2016 وتم لملمته وقعدت نفس العصابه مسيطره، انا نسميها كما قلت لك مقاطعه، راهي عصابه مستحيل بالحق ما في بلاش عصابه تاجر بالاموات، عضو بكذا ذاك بكذا، اجا انت سحار نعطيك كذا. يعني شوف انت حاله المقابر، شوف الحالة المزرية، فلا هم قاعدين نشوفوا في الحالة متاع المقابر، وللأسف تتكرر في برشا مقابر، لكن الجلاس فيها أقل حاجة 4 ملايين تونسي مدفون.